عليكم. معكم حمزة عبد رئيس اللجنة المنظمة للدورة الخامسة لأيام البرمجيات المفتوحة اللي كتنظم للمرة الخامسة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. هاد السنة طلبة ديال المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بشراكة مع عدة فاعلين في المجال الرقمي والتكنولوجي اختاروا باش أنهم ينظموا هاد التظاهرة تحت شعار انترنت الأشياء. اختاروا هاد التيم التلبية لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي تكلم على اللي نادى إلى المغرب الرقمي كاستراتيجية المغرب الرقمي 2013 واستراتيجية المدن الذكية 2020 اللي تلونسات في كازابلانكا وطروفي. وهنا في خويبكا جات الفرصة باش أننا نتكلموا على هذا لو تيم أترافيغ دي كونفيرونس دي زاتوليي دو فورماسيون اللي غيكونوا مقدمين من قبل ناس مختصين في المجال، مجال المدن الذكية، مجال التكنولوجيات الحديثة، مجال توسكي انترنت دو زوبجي انترنت الأشياء. كان مسيو هشام العوفي اللي تكلم على لي من سي اف ا او باروك اللي تكلم على لا فواتور كونيكتي أول سيارة كونيكتي في المغرب. كاينه مدام وفاء الكتير اللي تكلمات اكثر على المدن الذكيه ولا توسكي سمارت سيتيز. هاد السنه وبخلاف السنوات اللي قبل اننا اختارينا اننا ننظموا واحد المسابقه في الابتكار التكنولوجي. هاد المسابقه كانت بشراكه مع سكريندي بحيث ان الطلبه غادي يحاولوا ما امكن انهم يصوبوا دي بروجي في 30 ساعه كامله في المدرسة يعني ليل نهار غادي يخدموا فيها على دي بروجي واللي غادي يفوز غادي ياخذ ان بري ديال 27,000 دولار كوم دي سيرفيس لوجيسيال كي سون ديليفري بار سكريندي. الوغ كنتمنى لكم ان هاد التظاهرة تكون وصلت الرسالة اللي بغات توصلها اترافيغ ان المدينة خويبكا تكون واحد المدينة اللي معروفة على الصعيد الوطني من ناحية ديال التكنولوجيات الحديثة ومن ناحية أنك تبادل المعارف في المجال التكنولوجي. وكنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه الدورة الخامسة لأيام برمجيات المفتوحة وشكرا. دونك بونجور جو سوي مريم كارازي جو ريبريزونت ليكيب دو سكريندي. دونك سكريندي سي كوا ان فيت سي اون ستارت اب كي فيان دو كومونسي اي لا بور بو دو كري دو اي اوفر اون بلاتفورم اون بو كري دي ابليكاسيون موبيل سان افوار بيزوان دو كونيتر لو سكي ديريير دونك لو لاتيف et tout. Donc ici on est présent dans le Open Source Days de Khouribga. Pourquoi? Pour aider les étudiants à développer leurs propres objets connectés, leur application mobile pour contrôler les objets connectés à travers notre plateforme. Donc le prix est 27,000 dollars de cloud de logiciel pour les aider et les aller en parallèle dans leur développement. Et on espère inchallah que on va réussir à trouver des idées innovantes pour développer des applications autour des objets connectés.